نروح للزميل محمد الخليوي المقابر. محمد تفضل يا محمد، ايه اللي تم عندك لحد دلوقتي؟ هل تمت مراسم الدفن ام لا؟ استاذ احمد، بالفعل تمت مراسم الدفن، يعني وتم انصراف عدد من المواطنين اللي كانوا موجودين امام المقابر. يعني خلاص عادت حركه السير لطبيعتها، وعلى حسب الكلام انه خلاص يعني تم مراسم الدفن، وقامت الاسره بدفن جثمان الرئيس محمد حسني مبارك. مين كان موجود في في عندك في المدافن؟ من هل كل افراد الاسره، السيدين علاء وجمال والسيده سوزان وباقي افراد الاسره، هل في اخرين جم معاهم من مسجد المشير طنطاوي؟ لا للاسف يا استاذ احمد، يعني لم اصل لمعلومه في هذه النقطه لاني كنت متواجد في منطقه، يعني هم عاملين، قول لي المنطقه اللي انت موجود فيها، هم عاملين اكتر من منطقه يعني ما بينك واخرين عن المقابر؟ لا، هو شارع واحد فقط يا استاذ احمد اللي بيوصل لمدخل المقابر زي ما وصل حضرتك. الشارع ده كان متواجد عنده تواجد امني مكثف من قوات الشرطه، وكمان يعني افراد من حرس الشرف اللي كانوا موجودين في المدافع. وخلاص تمت مراسم الدفن الرسميه. لا، بتقول لي المراسم خلصت. خلصت بالظبط بالظبط يا استاذ احمد، والناس بدات تمشي. والناس بدأت تمشي خلاص، ولحد دلوقتي يعني احنا متواجدين في المنطقة لو في أي جديد إن شاء الله.